السلام عليكم ورحمة الله، ازيكم؟ دلوقتي احنا بنلعب جيم ببجي اول مرة، يعني ان شاء الله نكسب. المكان اللي انا معلم عليه ده اهو، انتوا هل انصحكم تبقوا تنزلوا فيه؟ معلش بس اللعبة متعلق عشان نطلعش بس. ليفل متعلق. الحمد لله ما عادش معلقة اهي. دلوقتي بقى نبدأ نلوت. الله سكوب في ستة. الله سكور سكور سكور. انا قلت لكم الاول ان لوتو حلو. دلوقتي بقى ناقصني حبة طول. نموت في الاول. الله اسكار تاني. اكتر اسلحة اللي بكرهها هنا هي الشوتجن. ما هو الضربة الكبيرة ده هيك؟ الدكتوراه ضروري ضروري. كروسبو إلى حد ما حلو برضه، اكيد مش هندوله يعني مكان الاسلحه اللي معايا. سواء انا بحب يمبي وزي مش الوزي ده خالص. عشان لو لقيت يو ام بيز بصراحة اصلا برضه بحب يو ام بيز. محتاج شنطة. انا محتاج حاجات كتير اوي. طبعا هاخد الـ ATM يعني. متوقع الـ ATM.
انا بحب بصراحة الكاتب. او بوت مش عارف. تاني بيت كبير. برضه لسه محتاجين طول. شنطة ليفل 2 سكور تاني. انا لاقي لغاية دلوقتي تلاتة هموت واعرف ازاي. اعمل ايه لما يكون بيه ايه يا جدعان؟ ده يا جدعان السكور كتير اوي كده ليه؟ سكور في اتنين لحظة. صدقني انا لسه اصلا انا عايز في ستة. يا سلام بقى لو هلاقي دلوقتي ام 4 ام 4. كده خلاص خلصت لوتي. مش عارف اسكيس ولا ايه كده. اخد الاسكيس النبي بتلبس حمايات بالاسكيس.
ارمي ايه طيب يعني؟ اخد الميني بس كيف انا بقى لسكت في 6 انا لسكت في 2 بس بس راح اخد طرق نمشي بقى يا ريت يعني الله يا ربي حاليا يعني انا مش محتاج اي حاجة غير عربي هدفي بقى حاليا بقى مش كده مش كده بقى هنوصل للدروب ازاي مش هلحق اكيد الله 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 يا رب نلحق يا رب موتوسيكل 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 بقى زي بعض المهم ان احنا نلحق معرفش اضرب ولا مش ان شاء الله هجيب الله اكل فلير جن بس يا ربي بس يبقى فيه طلق واربعة في سكوب حلو وشنطة ليفل 3
ليه انا مقاتل 3 لسه 10 في الجيم. يا رب بس مت للاسف. هلعب بقى جيم اللي هو بيخرج بسرعة ده. دلوقتي بقى بشوفكم على الفيديو، على كل فيديو، يلا سلام.